يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للكافيار، وكما تعرفون هي الوجبة الأغلى في العالم. الكافيار الذي يتجاوز سعر بعض أنواعه نحو 7000 دولار أمريكي للكيلوغرام الواحد، طعام غني بالفوائد ويعد وجبة متكاملة، لكن لسوء الحظ فإنه ليس متاحا أمام الجميع. معلومات أكثر عن الكافيار نتعرف عليها مع الزميلة الريان الظاهر. إليك ريان. شكرا يا ليك. الريان هون. طعام النخبة سابقا وسيد المآدب الفاخرة، نتعرف اليوم على تاريخ أغلى طعام في العالم، الكافيار ورمزيته. نبدأ بأصل الكلمة حيث ترجع إلى أفيريون وتعني في اليونانية طبعا كافيار، أو هافيا وتعني بالفارسية بيض السمك، وهم يعني أول من استهلك بيض سمك الحفش أي الفرس. وفي عشرينيات القرن الماضي كان الكافيار رمزا للرفاهية والاحتفال في باريس، حيث كان يقدم في أفخم المطاعم والحفلات بالعاصمة الفرنسية. ولكن لما بدأ تدريجيا بالانتشار في البلدان الأوروبية، واجهت أسماك الحفشة النادرة انخفاضا ملحوظا من مواطنها الطبيعية، وتم حظر صيدها في 2008 بعد اتفاقية واشنطن كونها معرضة للخطر. وفي التسعينيات توفر الكافيار من جديد بظهور مزارع سمك الحفش، والتي كانت أقرب إلى الكافيار البري من حيث الطعم والجودة. وطبعا اليوم تتضاعف مزارع سمك الحفش على نطاق دولي واسع في فرنسا والصين والولايات المتحدة وغيرها. معلومات شيقة وقيمة من الريان. وفي الاستوديو ينضم إلينا خبير الكافيار أليكسي بران. صباح الخير أليكسي. صباح الخير أليكسي. أهلا وسهلا فيك في صباح العربية. يعني السؤال الأول، لماذا يعد الكافيار وجبات أو طعام الأثرياء أو الأغنياء؟ هي وجبة الأثرياء لأنها فريدة جدا وتستغرق الوقت الطويل وتصنع باليد، فهي خصبة رفاهية على انتظار 7 إلى 8 أعوام لإنتاج الكافيار، ولا هذا هو استثنائي. أليكسي، كيف منعرف أنه الكافيار اللي نحن عم نتناوله هو من أفضل أنواع الكافيار؟ كيف منختار النوع الأفضل؟ كيف منفرق بيناتهم؟ هناك معيارين، اللون بالتأكيد كما ترون، من الأسود الغامق إلى القريب من الذهبي أو حتى ألوان العنبر أو الأخضر. فهناك أنواع مختلفة من الكافيار، من بلوغا وهي الأغلى، أو الماس وهي الكافيار الأبيض. يعني نقدر نقول اليوم أليكسي إنه تم شعبوية الكافيار، لأن صرنا نشوف كثير من موائد في العالم ليس فقط الأثرياء يتناولون الكافيار. إذا هالحكي صحيح، ليه؟ شو السبب برأيك؟ مع أنه أسعاره غالية. أنت محق تماما، أصبح أكثر ديمقراطية، لأنه ما عدا هنالك الكثير من سمك الحفش وبات انتشاره شائعا جدا بينه. في السابق كان من الصعب جدا اصطياده. في السابق أيضا في بداية القرن العشرين في كندا وأمريكا كان هنالك الكثير من الكافيار، بحيث الجميع كان يتناوله في جلسات مثل هذه، والآن لا يزال استثنائيا، ولكن الكل يعني كان يتم تشبيه الكافيار في بعض الأحيان بالماس. التعامل معه يشبه التعامل مع الماس، ومثل ما أنت ذكرت كلما أصبح متاحا أكثر يمكن قيمته بتروح. أنا حابة أسألك عن طريقة تناول الكافيار لو تسألنا. يلي بعرفه أنه يجب تناول الكافيار بنوع معين من الملاعق، اشرح لنا أكثر. صحيح،
هنالك انواع محدده من الملاعق مثل التي نراها هنا وهي المذر بيرل او اللؤلؤ. لماذا نستخدم الملعقه الطبيعيه؟ لكي لا نؤكسد الكافيار. فافضل طريقه هي بهذا الشكل أو من أسفل اليد، هذه الطريقة الأفضل، ونبتلعهم ونسمح له بأن ذوبان في الفم. صحيح. بعدين كافيار كاسبيا مش أي كافيار، سي با نيمبورت لكيل. نعم. هذا اللون الذهبي ولدينا نوع الأخضر حوالي قطره 3 مليمتر ومفيد جدا للبشرة أيضا، وبالتأكيد هي وجبة مفيدة جدا. صار كثير من شركات التحضير شركات التجميل بيستخدموا مستحضرات مبنية على الكافيار، هل قد مهم للجلد؟ تماما. لقد الكولاجين مثلا الكثير من شركات الأدوية الفرنسية والسويسرية قامت بتطوير المراهم المصنوعة من الكافيار وهي مفيدة جدا للبشرة. نتشحن على الأشياء الثانية الموجودة هلا على الطاولة، هي من ناكل الكافيار معها صح؟ صحيح. الطريقة التقليدية هي مع البيني القشطة البيضاء، وبلا شك نحصل على كمية جيدة من الكافيار. بالإخراج أكيد حاسدين. نحن محظوظين. لحقوا حالكم قبل ما نخلصهم. نحن ما. تفضل. لا بإيدي. بإيدي. هل ارتفع الطلب على الكافيار بالسنوات الأخيرة؟ لاحظت ارتفاع الطلب عليه، نوع الناس، الفئات المعينة التي تطلب هذا النوع من الطعام؟ نعم، زاد الطلب حول العالم على الكافيار. بلا شك أكبر المستهلكين مثلا بين الروس أو الصينيين، وهنالك أعداد متزايدة أيضا في الشرق الأوسط بات اهتمامه أكبر بالكافيار. أليكسي كومياسك أدي كم سعر هاي العلبة مثلا تقريبا؟ 50 غرام حوالي 1000 درهم. يعني هون 200 درهم عائد. درهمز. طب بالنسبة للتصنيع كمان، أنت تحدثت أنه الطلب يزيد الآن، عم يزيد كمان التصنيع من ناحية أخرى، وأهم المناطق اللي بتنتج الكافيار قبل ما ننهي. كما قلت لك الأمر يستغرق 7 إلى 8 أعوام لنمو سمك الحفش، ولكن هنالك من أكبر المنتجين في أمريكا وكذلك الصين وإيران أيضا وإيطاليا وفرنسا، والكل في العالم بدأوا بإيجاد الطرق المستدامة لتربية أو إنتاج الكافيار، ولكن دقيقة جدا التقاطها باليد وتنقية البيت مسألة معقدة. أصدقاء شكرا لك على هاي الزيارة، وشكرا على هذه المائدة الجميلة، شكرا جزيلا، وشكرا على حضورك. شكرا.